مش شغلتك انت وشادي تكشفوا هيدا الموضوع. رح نرجع ونعيد ونحكي بذات الموضوع، ما هيك؟ انا رح امشي. هلا صرت اعرف كثير منيح انك عم تلعبي على عواطف الناس لتوصلي اللي بدك اياه. شو قلت؟ قلت لي لازم تسمعيه. خبرتيني هلا انك رايحه مع شادي مع انك بتعرفي انه هو مغروم فيكي، بس عم توهمي انك بتحبيه لتوصلي اللي بدك اياه. وقبل شوي خبرتيني انك جاي من بيته للمجرم، هيدا المجرم يلي كان يحبك، وعم توهمي انك بتحبيه، وبتجي كمان لعندي لهون. وقف زياد، وقف وما تحكي معي بهالطريقه، ولا بحياتك تجرب تهيني بهالطريقه. ما رح صرخ ولا رح جاوبك لاني بالمغفر وبحترم المطرح اللي انا فيه. بلازم انت بتعرف اللي عم بقوله مزبوط، بس ما بدك تعترفي. ما بقى تتصل فيي، انساني.